الاخوان تحياتي لكم والسلام عليكم. اليوم ان شاء الله جيت نهضر لكم على واحد المنطقه اللي هي بني عيسي اللي فيها انا كنت واجد في كتامه كما كنقول لكم دائما اللي كنهضر لكم على السياحه الجبليه ديالها. مهم الجبل زوين ومناظر زوينه وبالخصوص واحد البلاصه يعني كيتجمعوا فيها يعني تقريبا شي 5 ديال القبائل. يعني في الويكند لقيت الدنيا عامره تما والناس كيجيو من المدن كيجيبوا عائلتهم اللي كتسمى المرج ديال الماكينه اللي كتواجد ما بين بني منصور وبني عيسي. والسياحه كتكون تما زوينه والناس كيجيو من اي بلاصه تما والاتساع موجود والجبل يعني كبير تبارك الله والمناظر زوينه بزاف صراحه. اللي ما عمرو ما زار المنطقه نهار يزورها غتعجبو بزاف. وكنصح الاخوان يجيو تما ديك البلاصه يقيلوا تما الجو مزيان البروده المبارد اجواء زوينه. وانتم تشاهدوا بعض الفيديوهات ديال 2020 اللي داروا العام اللي فات يعني عاد بعد طحت لي الفرصه باش نحطهم يعني ما كانش عندي القناه واليوم حطيتهم ان شاء الله وتشاهدوهم في هذا الفيديو هذا. وانتم شاهدوا الفيديو حتى الاخر. الدراري ناشطين كاين صداع على والو امور مزيانه. وتحيه لكم وتحيه لجميع المتتابعين ديالي و بارطاجيو الفيديوهات مع صحابكم. اللي عجبني الفيديو بارطاجي مع صحابو ما تبخلوش بعينينا بالاشتراك ديالكم. تحية لكم.
Yeah.